دي جديدة، دي غريبة دي. قلت لي مفيش جوكر، وبعدين أحمد محمد داس تغريد مش موافقة؟ مش موافقة. لا في خلاص هو الفريق. هو الكابتن صح؟ كابتن الفريق قرر إن في جوكر في الأدب. تعرف لو ما جاوبتش تغريد هتعمل فيك إيه؟ أنت حر. أدب. والسؤال هو: من هو مؤلف رواية زينب التي يعتبرها كثيرون أول رواية مصرية في العصر الحديث؟ ايوه، وهرشت وظبطت النضاره، عملت كل حاجه. اجابتك محمد حسين هيكل. محمد حسين هيكل اتنشرت سنه كام؟ مش فاكر. كانت سنه 1914 واتنشرت تاني في 2008. احمد محمد 20 نقطه. تغريد اجابه صحيحه. تشجيع عظيم جدا لفريق الازهر. محمد حسين هيكل هي الاجابه الصحيحه، وعندك حق يا احمد، لان الناس بتتلخبط ما بين محمد حسين هيكل ومحمد حسنين هيكل. فرق شاسع. مع انهم في عصرين مختلفين تماما. 40 جامعه الازهر، جامعه سوهاج 10، وعندكم سؤال في الادب.